مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ فقرة تحت المجهر ونحاور ضيفنا الكريم في الاستديو، دعونا أولا نستعرض معكم سيرته الذاتية. وبعد أن تعرفنا على ضيفنا السيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسعدنا أن نناقش معه أهم ما يتعلق بدور البنك الدولي في تقنين تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي والمحلي. بداية يسعدنا أستاذ فريد تواجدك معنا اليوم. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أستاذ فريد، كيف تصف عمق العلاقات والروابط المشتركة بين دولة الكويت والبنك الدولي؟ تعرف علاقة البنك الدولي مع الكويت هي علاقة قديمة، أكاد نقول اللي هي تتجذر في تاريخ البنك الدولي وفي تاريخ الكويت. فيعني السنة هذه احنا نحتفل بالسنة 60 في هالعلاقة هذه. ولما شوف عمق العلاقة سواء كان على مستوى التفاعل يعني العام وإلا على مستوى التشاور ولا سيما على في ميدان الاقتصادي، التنمية الاقتصادية في الكويت، كنت نقرأ في تقرير أنشر البنك عام 1963، يعني سنوات. نعم. وكل التحديات اللي اتطرق عليها البنك الدولي عام 1963 هي ما زالت اليوم موجودة في الكويت. موضوع هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، موضوع يعني أكثر من 90% من الاقتصاد الكويتي اللي هو يعني داخل في منظومة البترول، منظومة التحدي التعليم في الكويت، كل التحديات هذه اللي كانت موجودة منذ يعني عقود ما زالت اليوم موجودة على درجة أخرى. وبالطبع يعني صار تقدم كبير في عدة مجالات، لكن المواضيع الجوهرية ما زالت هي. ففي علاقتنا مع الكويت ثم تواصل وثم يعني تقدم، وفي نفس الوقت ثم نوع من يعني نفس الديناميكية في هالعلاقة هذه، ولأن نفس التحديات ما زالت موجودة. ونشوفوا احنا التحديات هذه يعني غير مش في على الكويت فحسب، يعني شوفوها في عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن الشيء اللي يلفت النظر هو اللي في الكويت، يعني هالتحديات هذه يعني رغم اللي مشينا فيها أشواط والحكومة الكويتية مشيت فيها أشواط، يعني ما زالت التحديات هذه موجودة ولازم ناخذها بعين الاعتبار، ولا سيما إذا كان شفنا اللي الشباب الكويتي اليوم يعني يتوق إلى أشياء أخرى وإلى يعني يمكن إمكانات أخرى اللي هي يعني تسان له. نعم، إذا تحدثنا عن دور البنك الدولي في دعم الاقتصادات العربية فحدثنا عن هذا الجانب. شوف، هو البنك الدولي عنده عدة أدوار، عنده دور على مستوى النصيحة، وعنده دور على مستوى التمويل، وعنده دور على مستوى الكوبوريشن يعني على مستوى التعاون، وخاصة في عدة بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الدور هذا يعني هو اللي يمكن أكثر أهمية، لأنه التمويل في آخر المطاف هام لكن ما هوش كل شيء. الأهم شيء هو الخبرات يعني اللي جاية من بلدان أخرى ولا من مناطق أخرى من العالم، واللي يمكن تفيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والعكس يعني عدة خبرات يعني خديناها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكنا يعني استعملناها في مناطق أخرى، فثم هالتفاعل هذا. لأنه في آخر الأمر احنا عايشين في عالم اليوم الكل تكامل والكل تفاعل إيجابي. نعم. فالمنطقة منطقة هامة،
لكن ما هيش منطقة معزولة، يعني منفتحة على 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 محيطها، ومحيطها هو العالم. نعم، كيف تقيم الاقتصادات العربية بالنسبة للاقتصادات العالمية؟ شوف والله المشكل في الاقتصادات العربية هي مش مشكل، يعني الحقيقة اللي هي يعني ثم عدة اقتصادات ولا عدة أنماط للاقتصادات. ثم الاقتصاد اللي هو في البلدان اللي هي يعني مصدرة للبترول، اللي هو اقتصاد قوي وهام، ولكن في نفس الوقت يجب على هذا الاقتصاد هذا وعلى الدول هذه اللي يعني يمكن ترفع من مستوى التنويع تنوع الاقتصاد، لأنه إذا كان يعني اقتصاد يكون على أكثر من 90% يعني داخل في البترول، يعني يمكن يكون اقتصاد يعني غير ما عندوش استدامة قوية. وثم البلدان الأخرى اللي هي البلدان اللي هي موردة للبترول، وفي بعض البلدان هذه صاروا يعني صار تقدم، مثلا نشوف المغرب الأقصى مثلا اللي يعني صار فيه يعني إصلاحات هامة، واللي نشوفه اليوم اللي البلد يعني ماشي في طريق صحيح، وبلدان أخرى لكن مع الأسف ثم عدة بلدان أخرى في المنطقة. قولوا احنا تونس اليوم مثلا ولا لبنان اللي هي يعني في وضع صعب. فمثل ماش تقييم واحد للاقتصادات في العالم العربي، ثم عدة اقتصادات وكل اقتصاد عنده يمكن ديناميكية نتاعه الخاصة. نعم، طيب أستاذ فريد، ما أثر استمرار تداعيات فيروس كورونا على الاقتصادات العربية؟ ولا كان أثر عميق على الـ على الـ على البلدان اللي هي نرجع الموضوع المصدرين للبترول واللي غير مصدرين للبترول. البلدان المصدرة للنفط كانت عندها يعني يمكن أزمة انخفاض أسعار النفط منذ سنة ولا سنة ونصف، وفي نفس الوقت أزمة كوفيد 19. فهذا جاء يعني في وقت صعب وخلى البلدان هذه يمكن يعني تتأثر وتكون في وضع يعني يمكن صعب شوية. في البلدان الأخرى اللي هي يعني تستورد في البترول، رغم اللي سعر البترول نقص، ثم في نفس الوقت اللي الـ 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 كل التمويلات اللي كانت تجي من بلدان الخليج للبلدان هذه انخفضت في نفس الوقت، وفي نفس الوقت موضوع الكوفيد 19 هذا. فكانت يعني صدمة قوية جدا على العالم، وخاصة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلينا نقول كلمة على الموضوع هذايا، اللي يعني تعرف بصفة عامة في الاقتصادات في البلدان النامية وخاصة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهم مركز في الاقتصادات هذه هما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فهذه هي اللي يعني كانت عليها ضربة قوية، والبنك الدولي يعني دخل في تفاعل مع هالمؤسسات هذه اللي هي كانت يعني في وضع صعب، و افتح لها مجال للتمويل، خلاها يعني يمكن ينقص عليها الضغط. يعني فاحنا دخلنا في استراتيجية اللي هي على في نفس الوقت استراتيجية على مستوى الصحي، على مستوى الاقتصادي في التفاعل مع المؤسسات هذه المتوسطة والصغيرة، وفي نفس الوقت بالطبع لأنه شفنا تفاقم كبير على مستوى الفقر في البلدان هذه، اشتغلنا مع كل البلدان لا سيما منها البلدان اللي هي مستوردة للنفط، اشتغلنا معها يعني الحد من الضغط. نعم. على مستوى تفاقم الفقر. أستاذ فريد، طبعا تكلمنا عن أكثر من محور، ولكن لم نتطرق لسبب زيارتك للكويت. والله زيارتي للكويت أول شيء، أنا يعني مسرور جدا نكون في الكويت، وإن شاء الله يكون عندي يعني لقاءات مع مسؤولين على المستوى في الكويت، لأن علاقة البنك الدولي مع الكويت كما قلت أنا في أول هالحوار هذا علاقة هامة جدا، عندنا احنا للبنك الدولي علاقة هامة ومحورية.
لي سنتين ما جيتش للكويت، بخص الموضوع الكوفيد 19 هذا. فاليوم سواء كان في الكويت ولا في البلدان اللي نزوروا فيهم في نفس الوقت، يعني لإعادة العلاقة مع المسؤولين الكويتيين ولوضع على الطاولة يمكن مشاريع أخرى للتعاون مع الكويت، لأنه الكويت مرة أخرى يعني عضو هام وهام جدا في البنك الدولي، في تاريخ البنك الدولي، واليوم يعني يمكن بلد من البلدان اللي يعني عنده أكثر بوتنشل، أكثر طاقة للقفز إلى الأمام. تشوفوا اليوم مثلا النظرة هذه 2035، نعم، اللي تشوفوها وفيها نظرة استشرافية هامة. فإحنا حاولوا نشتغلوا مع الحكومة الكويتية ومع كل الفاعلين في الكويت لكي هالنظرة هذه وهالنظرة الاستشرافية هذه تكون ناجحة. نعم طبعا، أهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني الكويت. أهلا وسهلا، شكرا. ونذهب أستاذ فريد لمشاهدة هذا التقرير اللي أعد لنا الزميل فهد التركي، وبالتأكيد لنا عودة. ورجعنا إلى ضيفنا في الاستديو، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بلحاج، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. أهلا وسهلا أستاذ فريد. قبل التقرير ذكرت رؤية كويت 2035. أستاذ فريد، برأيك كيف ستؤثر هذه الرؤية في دعم الاقتصاد الكويتي تحديدا؟ شوف، هذه الرؤية هامة وهامة جدا، لأنه كل بلد اللي يكون عنده رؤية ونظرة استشرافية يعني هذا أول شيء تبشر بالخير، لأنه يعني هذا عربون اللي صاحبي القرار في البلد يعني عندهم برنامج وعندهم مشروع للبلد، فهذا هام وهام جدا. لما نتمعنوا في هالبرنامج هذا وهالبعد 2035 نشوفوا اللي ثم عدة يعني أطر هامة في الموضوع هذا، وخاصة منها موضوع مرة أخرى انفتاح الاقتصاد وتنوع الاقتصاد، ويعني المضي قدما ببرامج عندها يمكن فاعلية فيما يخص مثلا موضوع البيئة اللي هو موضوع هام جدا. نعم، في الكويت وفي الخليج وفي العالم، فهذا هو من الأجندات الكبار اليوم. الموضوع الثاني هو موضوع الشفافية وموضوع يعني انفتاح الكويت من خلال يعني الشفافية إلى الاستثمارات من الخارج، اللي هي يعني تكون مرتاحة إذا كان تشوف تكون في إطار يكون منفتح. الموضوع الثالث وهام جدا هو موضوع رأس المال البشري. يعني الكويت يعني شعب شاب وشعب طموح. نعم. وشعب يعني عنده نظرة للعالم اللي هي نظرة إيجابية، فيجب على المنظومة التربوية في الكويت أن تكون على مستوى الطموح هذا للشباب الكويتي. الاستثمار في العنصر البشري هذا شيء أهم شيء، أكثر من الاستثمار في أي شيء آخر. نعم. لأنه العنصر البشري هو اللي يضمن الاستدامة ويضمن اللي يعني الاقتصاد، ويضمن ان المجتمع الكويتي يكون يعني متضامن ويكون عنده مره اخرى نظره ايجابيه للمستقبل. اذا تكلمنا عن المشاكل في الاقتصاد لابد ان نذكر المشاريع الصغيره، فهل هناك خطوات لتشجيع المشروعات الصغيرة وتطوير البنى التحتية في البلاد؟ أنا لما نشوف ونقرأ النظرة هذه 2035 نشوف ثم يعني موضوع المشاريع الصغيرة ومشاريع وموضوع البنية التحتية هي عنصر هام جدا، فاحنا يعني هذا يشجعنا على النظر بصفة إيجابية لهالبرنامج. وإذا كان الحكومة الكويتية يعني لها رغبة في الموضوع هذا، احنا مستعدين للتفاعل مع الحكومة بصفة إيجابية ونجيبوا يعني كل التجارب اللي عندنا من بلدان أخرى ومن من 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 أنحاء أخرى من العالم ونوضعها يعني على ذمة الحكومة الكويتية. نعم أستاذ فريد، نستوقف الآن مع المشاهدين لعرض أبرز ثمار التعاون بين دولة الكويت والبنك الدولي التي تعتبر راسخة ومتميزة.
وأهلا بكم من جديد، وأهلا بك أستاذ فريد مرة أخرى. إلى أي مدى برأيك ساهمت الجائحة بتهيئة الأرضية اللي يمكن من خلالها تصحيح الخلل في سوق العمل؟ تعرف الجائحة هذه تعلمنا منها عدة أشياء. نعم، تعلمنا منها اللي ثم إمكانية للشغل عن بعد. ثم إمكانية استعمال التكنولوجيا الجديدة في يعني المضي قدما في شغلنا العادي، وأيضا في الارتفاع يعني كل ما هو إنتاجية، رغم اللي يعني كلنا بعاد على بعضنا ويمكن ما ثماش تواصل، فالتواصل لقيناه بصفة أخرى. نعم، فيبدو لي أنا اللي يعني لازمنا نستثمروا هالتجربة هذه ونستثمروها بصفة إيجابية، اللي نشوفه يعني ندخلوا التكنولوجيا الجديدة بصفة يعني يمكن أعمق في تفاعلنا وفي اقتصاداتنا. فمثلا على مستوى الاي بايمنتس، على مستوى التواصل مع كل العالم، ويعني بدون غير ما نمشي من دولة الى قاره ولا دوله الى دوله، وايضا يعني امكانيه يعني ادخال كل ما هو تربيه مثلا وتعليم عن بعد، كل ما هو حوكمه وشفافية عن بعد. يعني ثم عدة أشياء تعلمناها من الناحية الجائحة هذه، واللي يعني في آخر الأمر يعني كان شيء يعني كنا احنا خايفين منه، لكن في آخر الأمر يمكن يعني توظيف في آخر الوقت تلقينا لثم حاجة إيجابية فيها الجائحة. طبعا، لأن طبيعة الإنسان يندمج ويتأقلم مع أي وضع ممكن يمر فيه. ما هو دور القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد؟ أهم شيء في الاقتصاد هو القطاع الخاص، هو محرك الاقتصاد. تعرف أنا عدنا بعض أرقام قلوها، إذا كان نستمر على هذا النسق فيما يخص على المستوى الديموغرافي، عام 2050 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكون يعني تعد 300 مليون شاب يطرقون على باب ولا أبواب سوق الشغل. 300 مليون. نعم. يعني هل 300 مليون هذم واضح اللي القطاع العام يعني سوف لن يستوعب. ما فماش إمكانية. فشكون اللي باش يستوعبهم؟ القطاع الخاص. فهذا علاش احنا نقولوا اللي لازم الدول يعني تفتح الأبواب للقطاع الخاص وتعطي أكثر أكسجين للقطاع الخاص. الدولة دورها هو تأطير الاقتصاد، دورها هو إعطاء الإشارة يعني والدايركشن للاقتصاد، لكن دورها ما هوش باش تكون فاعل في الاقتصاد. الفاعل الحقيقي في الاقتصاد هو القطاع الخاص، لكن لازم يكون هالقطاع الخاص هذا مؤطر، ولازم تكون ثم يعني ضوابط باش الاقتصاد القطاع الخاص ما يتغيرش، واللي يعني قطاع خاص يعني مستحوذ على كل شيء. بس أستاذ فريد، هناك خوف من يعني لدى البعض، يعني ثمة من يرى أن القطاع الخاص غير آمن، خاصة مع مثلا الجائحة التي نمر فيها خلال هذه الفترة وما إلى ذلك من أزمات اقتصادية، يعني قد يعتبر القطاع الخاص بيئة مثلا غير آمنة. كيف نتغلب على هذه المخاوف، وكيف نخلق بيئة مناسبة أو عنصر تشجيع لعدم الخوف من طرق أبواب القطاع الخاص؟ شوف، هو لازم يكون ثم تفاعل بين القطاع الخاص والقطاع العام. نعم. فالشراكة هامة. ثم يعني يمكن جو أوقات اللي الدولة لازمها
تدخل وبقوة إذا كان ثم يعني موضوع هام ولازم الدولة تدخل فيه. مثلا إذا كانت تصير جائحة كما الجائحة اللي عندنا اليوم، بالطبع الدولة لازمها تكون عندها دور هام على مستوى الصحة، ولازمها تكون عند دور هام على مستوى تغذية الاقتصاد، ويعني باش تخلي الاقتصاد على مستوى متوازن. لكن هذه يعني حالات احنا نحبها تكون حالات شاذة، يعني ما تكونش هي يعني الذرول، يعني ما تكونش هي كل شيء. يعني الاقتصاد القطاع الخاص هو اللي لازم يكون يعني المحرك للاقتصاد، لكن ثم يعني أوقات اللي الدولة يجب عليها أن تدخل، وشفناها يعني في تاريخ العالم لما صاروا في عام 2008 لما صارت الجلوبال فاينانشال كرايسيس، يعني الدول دخلت يعني وأعطت يعني نفس جديدة لعدة قطاعات. المرة هذه نفس الشيء، يعني ثم الدول تدخل وتعطي نفس جديد للقطاعات، لكن كي ترجع الأمور إلى مجاريها لازم الدولة تعاود تخرج من الـ من الـ من الـ من القطاع هذا، وتخلي مرة أخرى القطاع الخاص ينتعش، لأنه في آخر المطاف كما قلت القطاع الخاص هو محرك الاقتصاد. نعم أستاذ فريد، بالتأكيد حديثنا مستمر، ولكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ونعود لضيفنا. ورجعنا من هذا الفاصل ونرجع لضيفنا الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد أستاذ فريد. برأيك ما هي الحلول الاقتصادية والاستثمارية الممكن تنفيذها عبر برنامج إصلاحي واضح المعالم؟ شوف والله بصفة وبكل اختصار، فتح الأبواب للقطاع الخاص مرة أخرى، ويعني رفع الكونسترينس، رفع الحواجز اللي ما بين القطاع الخاص والمستثمر. نعم. فلازم اليوم تعطي إمكانية للمستثمر ليدخل في الكويت ولا في أي بلد آخر، ويضع يعني تمويلاته على الطاولة، وتكون عنده كل التشجيعات، لأنه هو في آخر الأمر اللي ينمي الاقتصاد ويخلق فرص العمل. نعم أستاذ فريد بالحاج، كنا سعداء جدا لتواجدك اليوم معنا، ومشاهدينا كان معنا اليوم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فريد بالحاج. شكرا مرة أخرى على تواجدك معنا في فقرة تحت المجهر، ووصلنا مشاهدينا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج مال وأعمال. إلى اللقاء.